أنتقل بك إلى صحيفة السوداني، وفيها سلفا كير يدعو عقار والحلو وعرمان لاجتماع في جوبا الأسبوع القادم. علمت السودان أن رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارد دعا قيادة الحركة الشعبية الشمال لاجتماع في جوبا الأسبوع القادم لحل الخلافات التي ضربت الحركة بعد استقالة عبد العزيز الحلو وإعفاء الأمين العام ياسر عرمان من منصبه. أبلغت مصادر موثوقة السوداني أن الاجتماع سيحضره رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان وجميع الذين تم فصلهم بواسطة عرمان من الحركة، مشيرا إلى أن المفصولين في عواصم متعددة تلقوا تأشيرات الدخول إلى جوبا للمشاركة في الاجتماع الذي دعاه سلفا كير. وتوقعت المصادر أن يتوصل سلفا كير إلى صيغة تنهي هذه الخلافات بأن يتولى أحد أبناء جبال النوبة رئاسة وفد الحركة المفاوض مع الاحتفاظ بعرمان في موقعه في قيادة الحركة. هل ما زال سلفا كير يملك التأثير على رفاق الأمس؟ لا أعتقد أنه لا يملك تأثير. سلفا كير حتى علاقاته مع بعض هذه القيادات يشوبها بعض الشيء. في تصريح أخير لبعض مقرر مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية قال أنه سلفا كير في واحد من الاجتماعات قال له أنا مشاكلي مع عرمان بتملى الشوالات بين قوسين. لكن هو من حيث المبدأ اجتماع القيادات السياسية القيادات الثلاثة للحركة الشعبية في جوبا هو في حد ذاته خطوة إلى الأمام. قد يكون اجتماعهم يؤدي إلى نتائج أو على الأقل تجميد بعض الخلافات إلى فترات لاحقة. طيب إذا كانت تجمعهم خلافات مع بعض القيادات كيف يدعوهم لاجتماع مفصلي داخل عاصمة المنطلقات الأخلاقية ورفقة السلاح القديمة والنضال؟ يعني هي الآن الحركة الشعبية هي الأقرب لها لا شك حكومة الجنوب أو الحركة الشعبية الأم، فماذا لديهم التزامات أخلاقية تجاه الحركة الشعبية قطاع الشمال؟ لكن ينبقي أو أعتقد أنهم سيديرونه أيضا بحذر شديد. يعني هل يمتلك أيضا سلفا كير وصفة تمكنه من احتواء الأزمة؟ سلفا كير رئيس دولة وله كل الاحترام، لكن يعني سلفا كير ليس لديه وصفة لحل مشاكل بلاده، هذا ما أثبتته السنوات الماضية. سلفا كير فيهم كفيه يعني حتى الجيش الشعبي اللي يفترض أنه هو الأكثر تماسكا في الدولة الوليدة بدأت الآن تحدث فيه استقالات كبيرة من قيادات على مستوى عالي. ما أعتقد أنه سلفا كير يمتلك أي مؤهل الآن لأن يكون أن يقدم حلول مباشرة لهذه المبدأ. فقط لو نجح في جمع هذه القيادات هذا تكون أمر جيد. يعني الاتجاه الغالب لاحتواء الأزمة هو إبعاد عرمان من رئاسة وفد المفاوضات الذي سيترأسه أحد أبناء النوبة. في ظل هذه التطورات ما هو مستقبل عرمان في الحركة؟ أنا استبعد يعني إنه يكون الحل بهذه الطريقة إبعاد عرمان وتعيين واحد من أبناء جبال النوبة. قد يثير هذا الأمر أكثر من حساسية لجهات أخرى موجودة لمكونات أخرى. من الذي يبعد ومن الذي يعين؟ هو المجلس أو هو التوافق بيناتهم أو المجلس القومي اللي يفترض إنه حيجتمع في هذه الفترة. هذا ليست حل حتى صيغة إنه يكون هذا من أبناء النوبة شرطا لمثل هذا الشرط. لو حدث سوف تكون أسوأ النماذج التي يمكن تقدمها الحركة الشعبية بأن تقدم شخص على أساس عرقيته كرئيس لوفد التفاوض. لكن الحركة تمثل عرقية يعني في جبال النوبة، قد تراها كذلك لكن هي بتدعي لا أو بيراها الناس لا لا هي يعني. هي الحركة فيها مكونات أخرى، فيها مناطق أخرى النيل الأزرق، فيها شماليين مؤثرين موجودين بصورة مؤثرة كبيرة جدا وفترة طويلة يعني الناس كتبوا عنهم حتى كتب. الحركة الشعبية أمين العام هو ياسر عرمان يعني ليس لكن ليس الحلو هو الأكثر تأثيرا يعني بعلاقته بالجيش وهو رمز أو مقبول بالنسبة لجبال النوبة. يعني من الحلو عبد العزيز الحلو كذلك هنالك بعض الابناء من ابناء النوبه ايضا مقبولين ولهم تاثيرهم يعني. مثل جود مكوار يعني هو الان هو الان الذي ينظر اليه كحليف لياسر عرمان ومك عقار. لكن دعنا نقول انه كل هذه الاشياء ينبغي لا تكون ولا تظهر. هذه حركه يفترض انها حركه سياسيه، يفترض انها تكون لديها تمثيل قومي وأن تقدم عليها هي الآن في اختبار أن تقدم النموذج الحقيقي لقوميتها التي تقول بها. طيب المطالب اللي طالب بها عبد العزيز الحلو ما ممكن تكفي المطالب
تجاه أي تسوية سياسية؟ الخطاب المطالب جاءت في خطاب عبد العزيز الحلو هي قد تكون مطالب عبد العزيز الحلو او رغبات عبد العزيز الحلو الشخصيه، لكن في تقديري الشخصي انه عبد العزيز اوردها في استقالته في اطار الاستقطاب الداخلي داخل الحركه. وده في كل يعني اثاره النزعات العرقيه وغيره وغيره، هي واحده من ادوات السياسه السودانيه. الى اين تتجه الامور داخل الحركه الشعبيه الشمالية؟ الوضع عمار حقيقة غامض جدا حتى الآن، لا أستطيع شخصيا ولا يستطيع كثير من الناس الآن تحديد مآلات الأوضاع داخل الحركة الشعبية. التجربة في الحركة الشعبية حدثت فيها خلافات في السابق، الحركة الشعبية الأم حصلت فيها خلافات في السابق من زمن مشار لا مقبول، حتى سلفاكير كان عنده خلافات مع قرن، كل هذه بعض الأحيان تجاوزتها وبعض الأحيان أثرت فيها وتسببت حتى في اقتتال داخلي، وهذا الآن الأمر مفتوح، كل الاحتمالات مفتوحة. المتوقع ماذا تتوقع أنت كراصد الحركة الشعبية الشمال؟ ماذا تتوقع؟ لماذا؟ في المستقبل يعني الحركة الشعبية الشمال ماذا تتوقع؟ أعيد الكلام، يعني أنه التوقعات كل الأمور كلها مفتوحة، يعني أنه ممكن يحصل انقسام في الحركة الشعبية، أمر وارد بنسبة كبيرة، إنه الحركة ممكن تتجاوز هذه الأزمة، وممكن الناس ممكن زي عرمان وعقار ينحنوا للعاصفة في هذه الفترة، ممكن يأجلوا الخلافات، كل هذه الأمور واردة.